نيتي سليمة من قلبي مش اكس من عين. لا 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 بصي بصي انت عارفه ان اكس لازم تعمل كده يعني. هو حد اكس عمل كده كتير؟ كل يوم على اليوم شخصياتها تتغير للأسوأ مو للاحسن، وانا قلت من هالمنطقه يعني، وانا عارفه شيء وراح تلبس اكس وراح تلبسه ولبسته يعني. في ناس مو لابسين اكس، مو لابسين اكس فهمتي؟ بس اكس من زمان اللي هو من انت، فانت سويتي ولا من زمان يا سلام. ايه اللي اكس من زمان؟ انت قررتها اكس من زمان؟ انا اللي ماليش مزاج العب اللعبه بتاعكو ده. انت مالك شنو؟ اللعبه القذره؟ اللعبه بتاعكو ده. انا ما زي ناس ها؟ انا مخليها بالي من الفاظي. انا دلوقتي كله فاهم ان انا وحشه، كل فاهم ان انا جشعه، الحاجات الغريبه اللي هم فيهم اساسا حطوها فيا. ولابسه اكس كمان، فخلاص يعني. سبحان الله كل الامور ماشيه على الخط المستقيم حلو الى 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 دلوقتي والامور كويسه. قرارك في محله صراحه قرارك الاهم شيء بالنسبه لي هو انه مش اناني. انا جيت في فتره ما بلعبش استسلمت، فهم ارنب اللي لقوه مسكوه كلهم قطعوا فيه، فانا وصلت لمرحله ان مفيش فرصه ليا خالص. شباب اول شيء الف 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 مبروك ان دشيتي مره ثانيه المنافسه، وان شاء الله يا ربي توفقين. ثانيا ان اعتقد ان الحين كلنا مستانسين ومرتاحين طبعا، وتمشي منا الحمد لله وتمشي مثل ما الله اراد. اوريدي من كفتين رجحت كفتي انا، انه الحمد لله يعني وصلت لشغله انه بس انطلعت امينه رجعت، وهي هلا اللي ماسكه كل شيء. بليز بليز اهم شيء نحكم ضميرنا، نستخدم العقل، نستخدم العاطفة، نستخدم الضمير، نستخدم كل حاجة. يمكن هاي أمينة الحين رجوعها لنا، مش يمكن والله أمينة رجعت عشان نرجع كلنا لبعضنا والله. أتمنى أن احنا نقرر قرار صح وفي صالح إن شاء الله أمينة، وننهي البرنامج هذا على خير. قبل التصويت لأمينة لا تنسوا شيء واحد، أباكم تحطوا شيء واحد، ان هي الانسانه الوحيده اللي ضحت عشاننا كلنا وسحبت، صح ولا لا؟ حد ينكر الشيء هذا؟ ابدا. عنده شيء يتكلم او يسكت. حلو ان امينة معانا، لان ان شاء الله نصدر قرار نهائي. بعد الفاصل لازم تكوني واثقة من هذا الشيء. الله يرحم ابوك، ابوس ايديك. كانت فكرة سالم لكن انا حبيتها وجات بالنتيجة. الناس اللي انا فاكراهم اقرب ناس لي طلعوا الناس اللي انا لازم اخاف منهم. مش لان صاحبتي